بص يا جماعة، عايزة اقول لكم على حاجة، ما تخرجوش من البيت. ايه ده كورونا ولا مع كورونا؟ مفيش هزار، بس عندكم كامل شكوماكو عيني. عندي هواي متابعين من العراق، اقول لكم يا بعد عيني، قعدوا بالبيت، ركضوا بالبيت، فدوا روحك، فليتكم يا بعد عيني. لك شبيك شبيك يا خي، هيدي كورونا منا مزحة، منا ضروري تطلعي تروحي على الضيعة. يا جماعة اقعد بالبيت، اقعد يا زمن انت وياه، اقعد يلا، والرايح ده والرايح، اقعد بالبيت. ايه مش خايفين على حالكم؟ والله شي يعود القلب. جزاكم الله خير، خلكم بالبيت، لا تشلون هم، بس خلكم بالبيت يا عيال الامارات. النعم فيكم، لا تعورون قلبي. إلهي يوفقك، عود بالبيت لأبرني، عود كل فتوش وصبلات يا رجال، اقعد في البيت، رحم الله والديك. يذب اقعد بالدار يا زب، وبعدين فيك يا زب، بحب أردن، بحب جلالة الملك، يقعد بالدار ولكم، اقعدوا بالدار ولكم، هاجي هاجي من عند ربنا، ما عليكم لأن تقعدوا بالبيت، ما تخرجوش إلى الضرورة، ما نبغاش إلا نقول حاجة، رب يحمي هذه البلاد. بحبكم بالذات، وأنا اسمي سوار، أنا بقولكم خليكم بالبيت، بحبكم.